أعتقد أنه ماشي فقط تهمنا بأننا انفصاليين، تهمنا مجموعة من الاتهامات اللي هي باطلة ودخلنا فيها في تحدي مع الدولة المغربية في شخص مخابراتها لا عسكرية ولا المدنية ولا كذا، على أنهم يثبتوا حجة واحدة على أننا مثلا كما تروج بعض الأبواق الصحافة الصفراء اللي كتقاضى أموال من طرف وزارة الداخلية أو من جهاز المخابرات تشويه السمعة ديال الحركة الاحتجاجية أو النشطاء، من اتهامات أننا نتلقى دعما من الناس مشوا من البوليزاريو ومن الجزائر ومن اسبانيا ومن جهات اخرى، في حين انه كما قلت لك منذ بدايه الحركه وحنا كنتحدوا لحدود ساعه ما جابوا لنا حتى شي حاجه مما يؤكد ان الكلام مردود عليهم. اذا اليوم كما كتشوفوا ان الحراك هذا بين حقيقه ديال هذه الدوله المخزنيه وبين حقيقه ديال هذا النظام المخزني اللي كيقول لك راني قطعت مع العهد القديم، ولكن حنا كنشوفوا العكس انه ما قطعش مع العهد القديم، بل العكس زاد في ممارسات مشينة لهذه المنطقة هذه، كما شفتوا أنه كيحاول بشتى الوسائل أنه يقبر هذه المنطقة هذا الحراك هذا عبر إيجاد يعني وسائل خسيسة من أجل الإنس فيها عبر ما وقع في الأحداث ديال أم زوران وغيرها من المسائل الأخرى اللي معروفة من يعني كتمارسها الدولة المخزنية من إقبار أو يعني إسكات الأصوات الحرة أو كبح للكلمة كلمة حق. إذا أمر عادي جدا أن تكون هذه الاتهامات هذه، ولكن الجميل في هذا أن الجماهير الشعبية الحرة اللي خرجت تطالب حقوقها عارفة أن هذه مجرد إشاعات باطلة لا أساس لها من الصحة، وخصوصا وأن النشطاء المتهم بينهم شخصيا أنا اللي رفعت تحدي، وهذا أنا أقولها وأكررها إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ما عليها، أنهم يجيبوا لنا يعني حجة واحدة على صحة على يعني صحة الكلام ديالهم، وديك الساعة أهلا للمحاسبة وأهلا كذا. إذا كما كنقول هو أنه الحراك ديالنا احنا حراك شعبي، حراك عادل، المطالب ديالها عادلة ومشروعة، وحنا مستمرين في هذا الحراك هذا لأنه لقينا فيها راسنا وريوسنا، كنطالبوا بشي مطالب اللي هما في حقيقة في 2017 كان مفروض على الدولة كترفع الشعارات ديالها دولة الحق والقانون ودولة العهد الجديد كذا، كان المفروض أنها تكون حقاتهم، خصوصا وأن هذه الدولة هذه تتلقى أموال طائلة من طرف مجلس يعني من طرف الاتحاد الأوروبي، خصوصا وأنها كترفع ذاك الشعار ديال تنمية مناطق الشمال، وكل هذه مجرد يعني مواضع يعني ما كلها مجرد يعني مسائل من خلال الدولة يعني كتسعى على ظهورنا هنا باش تسرق وتدي الفلوس لبنما وتديهم للمناطق الأخرى.